ستوب بيع هي نفس الستوب الدخول، ما هي نقطة مركزية يا رامي. طالما النقطة المركزية يعني دي نقطة قاطعة، دي نقطة دعم، يا إما السوق يجد دعم، ما ده سلوك سعر، يا إما السوق يجد دعم نتيجة إنها نقطة مركزية أو يفشل الدعم. أنا عايز رد immediately، يكسر البتاعة دي وينهار. إذا ما انهارش أنا بره، مش هقاوح. أنا بشوف بخلي الخطوط دي تقول لي أنا أتوقع أشوف إيه. دي هنقولها الأسبوع الجاي في الندوة اللي هي هتتعمل إن شاء الله الشرح. وطبعا في الدورة اللي هنعملها في السعودية هنخش بقى في التفاصيل، وفي حاجات كتيرة طبعا. كويس، احنا دلوقتي عملنا الدولار السويسري، الدولار ده يبقى نعمل الايه المجموعة الباوند علشان نقفل. احنا اوريدي عدينا الساعة، فهنعمل الايه الباوند ين. نيجي على الباوند ين، ادي الشارت بتاعة الباوند ين. لا وسام، مفيش بقى، احنا ما نتعملش. انا البيفت بوينت والمؤشرات والكلام ده دي عمليات في التحليل الفني. كويس، انا عايز اسألكوا سؤال، وانا برضك يعني انا عارف انت اوريدي هتاخد الدوره هتتعلم الكلام ده، انما لا علاقه بالبيفوت بال عايز اسالكم سؤال، في كام واحد بيقول لكم ان هو محلل فني؟ كام واحد سواء في المنتديات او حتى الناس اللي هم يعني الداخلين السوق المتداولين الجدد؟ يعني انا بروح احضر اجتماعات وندوات وكلام ده، كل واحد يقابله يقول لي انا محلل فني، انا محلل فني، انا محلل فني، انا محلل فني، مش كده؟ ويقعد واحد يقول لك انا محلل فني وانا محلل. عايز اسالكوا سؤال، ليه مفيش واحد من اللي هم يعني بيدي نفسه لقب انا محلل فني، وده كويس مش عيب، ليه مفيش واحد من دولت يقول لك انا متداول؟ قالها كده، ليه ما يقولكش انا متداول ويقول لك انا محلل فني؟ لي واحد غير مايك بغدادي يقول لك انا متداول. كل واحد يقف قدامك يقول لك انا محلل فني. لا يعلم الغيب الا الله يا اخي العزيز، كذب المنجمون ولو صدقوا. توقع، انا يهمني ايه المصلحة، ايه مصلحتك يا رامي انك انت تحسن التوقع ولكن في ذات الوقت تخسر المال؟ ايه المصلحة بتاعتك انك تحسن التوقع ولكن لا تتخذ القرار؟ انت بتتوقع، هذا الشخص بيتوقع، ولكن ليس عنده القدرة أو القناعة أو الثقة في توقعه حتى يحط فلوسه على الترابيزة. لو أنا واثق من توقعي وهطبق تحليلي، فهحصل إيه؟ المحصلة إيه؟ إن هأصبح متداول ناجح. فبالتالي أنا هقولك إيه؟ أنا متداول. إنما أنا متوقع، توقع زي ما انت عايز، انا هعمل ايه بتوقعك؟
توقعك مش هيدفع لي الإيجار، توقعك مش هيشتري لي العربية، أو توقعي أنا. إذا كنت أنا ليس عندي الثقة في هذا التوقع، ما قيمة؟ مش ده مش ليس ذم أو لا، بالعكس، إنما النقطة اللي عايز أقولها لكم إن دولت شقين، ده منهجيتين، ده منهجية اللي هي التحليل والتوقع والتنبؤ، ده عملية تشخيصية. احنا اللي بنوريه لكم ده عملية ليس التشخيص ولكن جراحة، ليس التشخيص ولكن جراحة. هناك فرق بين الطبيب ذو التخصص العام وبين الطبيب الجراح. الطبيب الجراح، الطبيب التخصص العام لا يستطيع أن يقوم بعمل عملية جراحية. الجراح هو الذي يستطيع أن يقوم بالعملية الجراحية، وفي ذات الوقت الجراح يستطيع أن يشخص. فنقدر نقول التوقع هو تشخيص، التداول هو التنفيذ أو العملية الجراحية. والعملية الجراحية معناها أنك أنت بتخش تجري العملية الجراحية أو تجري الصفقة التجارية بناء على التشخيص أو التحليل لو هنعتبرهم بذات المسمى. ولكن وانس انك انت خدت الصفقة بيبقى هناك متغيرات، هذه المتغيرات لا يستطيع ان يتعامل معها الا المتداول. ليه؟ لان انت لما بتتوقع شيء ويطلع حركة الاسعار مخالفة لتوقعك بيلتبخ وما بيعرفش يتصرف. ماشي. فنيجي للباوند ين. باوند ين النهاردة عندي أنا صعود كويس، الترند ماشي معايا، زي ما انتوا شايفين الترند هنا عندي ماشي، كان بالعرض فترة معينة وابتدى يطلع. فأنا القمة بتاعة اليوم عندي هنا اللي هي 174، أعلى قمة وصلها يوم الجمعة كان 174، يبقى أنا هشتري فوق 174. وانتوا شايفين هنا الأسبوع اللي فات كان فين؟ احنا كنا شارينه ب 172، يبقى احنا هشتري النهارده فوق ال 174. والنقطة المركزية اللي فوق ال 174 اللي هي 175.35. والستوب بتاعتي هتبقى عند ال 173.60. ده في عملية الصعود. النقطة الشورت بتاعتي اللي عاملها فين؟ انا عندي نقطة مركزية 173.56، يبقى 173.56 اللي هي النقطة المركزية دي هتبقى نقطة البيع او الشورت، وهي نقطة المركزية للشورت، وفي ذات الوقت هتبقى الستوب بتاعي. فانا هشتري فوق 174، النقطة المركزية اللي تلوها 175.35، والستوب بتاعتي 173.60. الشورت هيبقى 173.56 اللي هو تحت النقطة المركزية دي اللي هتبقى الشورت بتاعي. اوكي. احنا هنعمل واحدة كمان.